يا راح افتح حصاتي وكلش متحمس. يلا ايش قد تتوقع بيها؟ اتوقع بيها 50 ورقة. يعني 50 ألف، لان احنا نحط الاف، بس انا اتوقع اكثر بيها اكثر. اوكي نفتحها. يلا متحمس؟ ايه. فتحنا حصات علوشي ما شاء الله مليانة. شنو رايك علاوي؟ يلا ماني 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 هسه راح نحسب هنا ونرجع. تمام يلا نسد الكاميرا نحسب ونرجع نقول ايش قد حسب. ايش قد تتوقع طلع؟ اتوقع طلع مشكلة اكثر من 100 ألف. طلع عندنا 125 و3 ارباع. حتى كلش ودولار ما حسبناه. يلا عافية بطل. يكون عندي هو شوف هاي التجميعة مال العيد، عيديات العيد صح؟ وبعد شوية همين كانت اكو تجميعات يعني كم يوم. يلا شوفوا حتى احس شوي من ورا كل هاي الربطات اللي هو شوفوا هاي هاي كلش فرحان. وشنو تنصح الاطفال؟ انه بس يجمعون ما يشترون اشياء، يشترون حصاله يحطون بيها فلوساتهم كل يوم كل يوم يجمعون حتى اذا يشترون يشترون شيء قليل. هاي مخماس مخماس بيزاتي. جمعوا بيزات مثل ما قال علوشي، لانه هو كل شيء حلو انه الطفل بعد فتره يعتمد على نفسه ويصير يتعلم انه هو يجمع. وهسه ايش راح نسوي؟ راح نشتري حصاله جديده. وش قد راح نجمع بها المره؟ مليون؟ اتوقع اكثر من مليون. ان شاء الله نجمع اكثر من مليون. يلا باي باي. اشتركوا بالقناة، اشتركوا اشتركوا، خلوا زر اللايك هيك، اشتركوا بالقناة وقولوا لي عن اشتركوا بالقناة. شنو اللايك؟ لا تنسون اللايك. باي باي.